تحب العفو فاعف عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتكلمنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأطوعوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب العالمين يا حكم الحاكمين والله دل مغا يا الله ترهارا مظلوم روهينجا والله خبر سرا جنازة سرا والله شاكر ماسر عادر بني يا الله يا رب العالمين يا الله خصوصي عبد الرسا مرتوكيري আল্লাহ তুরপুর আলমের হাতে আসছিলি আল্লাহ আল্লাহ মজলুম দিলবাঙা রোহিঙ্গার দোয়ারে কবুল করিল আল্লাহ ইয়া রব্বুল আলামিন মজলুম রোহিঙ্গার দোয়ারে কবুল করিল আল্লাহ ইয়া রব্বুল আলামিন জেবাই দি আল্লাহ এ আইজঙ্গে কইতি আল্লাহ তারা সর্বোত্তম ইয়া আল্লাহ যে হাদিয়া আছে আল্লাহ হাদিয়া হযরত মুহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগায় তার মধ্যে পৌঁছাই দিও না ইয়া রব্বুল আলামিন দুয়ারে কবুল করে মওলা ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া হাকিমুল হাকিমিন প্রত্যেক তোমার বান্দাতুন ইয়া আল্লাহ তোমার মহান রোহিঙ্গা মজুরুমার ব্যবস্থা করে দেব হাকিমি
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।